في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الرابع، كشف المجلس البلدي الشمالي أن الفصل التشريعي الرابع شهد الكثير من التوصيات والاقتراحات وتبادل وجهات النظر حول عدد من مبادرات تطوير العمل البلدي ومتابعة تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي سعى من خلالها لتحقيق طموح وتطلعات وأمال الأهالي فيما يتعلق بالعمل البلدي. العمل البلدي شهد تطوراً ملموساً خلال الفصول التشريعية الماضية، مرتكزاً على مبدأ الشراكة المجتمعية كركن أساسي من أركان عمله، وتمت ترجمة ذلك خلال المجالس البلدية التي شكلت نموذجاً متقدماً على مستوى التجربة البلدية في منطقة الخليج العربي. ها هو ذا فصل تشريعي رابع عزز خلاله المجلس البلدي الشمالي نهج العمل الدؤوب في تحقيق طموح المواطنين وجعله واقعا ملموسا. يعني الآن بنشارف على المئوية تقريبا للعمل البلدي في المملكة البحرين، لكن قد يختلف في أول بداياته إلى ما وصل إليه الآن. لعل يمكن مشاركتنا في مؤتمر 16 للتنمية المستدامة في جنيف كان هذه أقوى مثال على وجود المجلس البلدي يكون حاضر في مؤتمر متعلق بالتنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي، أنا ما راح أقول على مستوى البحرين. هذه طبعا أحد المنجزات الكبيرة اللي حققها المجلس على المستوى العالمي. اليوم نشوف المجالس البلدية هي من ضمن المشاريع اللي قاعدة تقدم خدمات، قاعدة تقدم أمور العديد من خلالها اللي ممكن أنك تفيد المملكة من خلال المقترح اللي ترفع والقرارات ترفع وتفيد أيضا المواطنين. فأعتقد أن الشراكة المجتمعية ودور المجالس البلدية، فإحنا لو نطرق للدورات الفصول التشريعية الثلاث الماضية وهذا الفصل التشريعي الرابع نشوف أن هناك دور كبير للمجالس البلدية. أهالي المحافظة الشمالية أكدوا أيضا على التطور الكبير الذي شهدته المحافظة من خلال توفير المشاريع التنموية ووضع الخطط التطويرية المستقبلية. نقدر جهود الأعضاء المجلس البلدي في الدور السابق، كنا معجبين بروح عمل الفريق الواحد اللي كانوا يتميزون فيه للأمانة، كنا متابعين لهم وكانوا دائما حاضرين صراحة في أوقات الحاجة لهم. صراحة المجلس البلدي قام بأتم جهد أنه يقدر يتمه. طموحي كطموح أي مواطن بحريني للنهوض بالخدمات البلدية والبنية التحتية والتوصيل صوت المواطن للجهات المعنية. هذه الإنجازات ما هي إلا ثمرة المشروع الإصلاحي الأول لجلالة الملك المفدى الذي كان من أبرز ملامحه تطوير التجربة البلدية من خلال توظيف أحسن وأفضل التقنيات وأفضل التجارب التي تصب في الصالح العام وترتقي بالخدمات إلى تطلعات الناس وطموحاتهم. سيرين عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.